كتحكيهم كتحكيهم بحال كديرمي شنو كيسميوها الديرما بين او الديرما رولر. الديرما رولر يعني شنو كدير؟ يعني كتخلي هذاك البلاصه كتهيج وكيخرج منها واحد النقاطي حمرين، كيخرجوا من نقاطي حمرين، وهذوك النقاطي ماشي تيدمروا البشره ولا هذه، كيعاودوا ينتجوا داك المواد اللي كيجمعوا الانسجه اللي كتجمع بها الانسجه. وهذيك الطريقه راه رائعه، كتحاولي انك كتحكي ديك البلاصه كتولي مهيجه مهيجه بزاف، يعني فهموني يعني الطريقه واضحه، كتحكي ديك البلاصه كتولي متهيجه. السلام عليكم ورحمه الله، بكم معايا في قناه خديجه شانيل، قناتي وقناتكم وقناه كل الاحبه. اليوم غنقدم لكم وصفه للتشققات ديال البطن. هاد التشققات اللي كيعانيو منها بزاف ديال البنات، الاغلبيه النساء الحوامل او فتره الحمل او ما بعد الولاده، او الناس الرياضيين اللي كينقصوا في الوزن او لا كيزيدوا بسرعه، يعني فجاه كتزيدي في الوزن او لا فجاه كتنقصي في الوزن، كيكون هناك خطوط بيضاء او حمراء تيكونوا في البطن او في الارداف في السيغان، تيكونوا في مزعجين. وكاين البنات كيقلبوا على الحلول، كاين البنات المقبلين على الزواج ما بغاو يحيدوا وينقيو اللحم ديالهم وراهما صعاب يتحيدوا، ولكن بهذه الوصفه هذه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله غادي تعطيكم واحد النتيجه رائعه وزوينه بزاف. نمروا للمقادير اللي تيكونوا في هذه الوصفه هذه. عندي هنايا معلقه ديال سكنجبير هو اللي هو الزنجبيل مطحون ماشي طري، وعندي هنايا معلقه ديال النشا، ملعقة كبيرة ديال النشا، وعندي هنايا معلقة كبيرة من الشب مطحون حتى هو ملعقة كبيرة. كيف كتشوفوا معايا هاد الوصفة رائعة يا البنات وزوينة، كتجمع اللحم مع المداومة بالنسبة للطريقة ديال التحضير ديالها. نمروا للطريقة ديال التحضير، كناخذوا هنايا واحد القريعه ديال الزاج، كنديروا فيها هذا السكنجبير، انا هذه الوصفه تنديرها وكندير معاها واحد الحاجه قبل، انا غنوريها لكم باش تعطيكم مفعول بسرعه. كديري معلقه ديال النشا، عندي هنا معلقة من الشب اللي هي الشبة مطحونة او الشب مرحي، حيت عندنا متتابعات جزائريات كيبقاو يسولوني وضروري نحاول نبين لهم باللغة ديالهم اللي يفهموها. هنا الزنجبيل مرحي والنشا نشا الذرة والشب حتى هو مرحي، راه متوفر عند العطارين الشب. هاد المكونات هادي من بعد ما خلطتها باش تجانس كنديروا ليها نص كاس من زيت الزيتون، ها هي يا البنات هذوك التشققات كيكونوا لا في البنات لا في الصغار ولا في الكبار ولا النساء الحوامل اولا لوالدات، كيكون فيهم هذوك التشققات في البطن او في الافخاذ ديالهم، يوم الجناب ديال لي هونش تيكونوا بيضين ولا حمرين. الطريقه هذه زوينه يا البنات ورائعه جدا، مجربينها بزاف البنات عطاتهم نتيجه. كنحاولوا ندوب داك النشا كيكون في التحت، حركوه مزيان كيذوبوه حتى يبقى لاصق. انتما كتشوفوا من بعد ما دار داك الخليط تيولي بحال هكايا، صافي تقدري تستعمليه من اليوم الاول. كنسدو عليه بحال هكايا
وتنخليه وحدانا. وبالنسبه للطريقه اللي كنستعملها يعني نقولها لكم، الطريقه اللي كندير نوضح كلش عليا، اللي هي بالكيس المغربي. اول حاجه كديري بالنسبه مثلا انا عندي في البطن، كنتشد ديك البلاصه كتفزقي الكيس المغربي ديالك راه معروف، وكديري ديك البلاصه اللي فيها هذوك التشققات كتحكيهم مزيان، كتحكيهم بحال اللي كديري شنو كيسميوها الديرما بين اولا الديرما رولر. يعني شنو كدير؟ يعني كتخلي هذاك البلاصه كتهيج وكيخرج منها واحد النقاطي حمرين، وهذوك النقاطي ماشي تيدمروا البشره ولا هذه، كيعاودوا ينتجوا داك المواد اللي كيجمعوا الانسجه، اللي كتجمع بها الانسجه. وهذوك الطريقه راه رائعه، كتحاولي انك كتحكي ديك البلاصه حتى كتولي مهيجه بزاف، يعني فهموني، يعني الطريقه واضحه، كتحكي ديك البلاصه حتى كتولي متهيجه حمراء وكيبان لك حتى واحد نقيطه تشويه ديال الدم. هذه ما تخافيش ماشي مشكل، يعني ماشي قلت عاوتاني تحيدي الجلده تسلخيها. نقدر دابا ندير لكم في يديا، نتمنى يبان لكم اللون، لان ماشي سليخ ولكن كتحكيه حتى كيتبان لك واحد النقيطات صغيورين في داك البلاصه، لانها اصلا جلده تمايا رقيقه، هذوك التشققات اللي تيكونوا في البطن تكون الجلده رقيقه، كتحكيهم غير جوج دورات بحال هكا كيبانوا لك حمرين تلونوا لانهم رقاق. كتحكي حتى كتبان لك البلاصه حمراء، كتشدي هاد الخليط هذا وكديريه من فوق ديك البلاصه. عرفتي البنات استعمال ثلاثه المرات، بالنسبه للاستعمال ثلاث مرات في الاسبوع، وغتبان لكم النتيجه من الاسبوع الثاني. ديريها الاسبوع الاول والاسبوع الثاني غتبان لكم النتيجه، وما غاديش تندموا عليها، وغادي تفكروا، يعني غادي تشكروني بزاف على هذه الطريقه، لانها فعلا مجربه وناجحه. وكي قلت لكم كدار قبل النوم، تقدري ديريها بالليل وفي الصباح تفيقي وتمسحي ديك البلاصه ولا تغسليها، ما كتكونش فيها حتى شي رائحه، يعني الريحه ديال سكنجبير ماشي مشكله. يعني كي قلت لكم انا بغات دير هذه بوحده ديرها ماشي مشكل، ولكن انا وريتكم الطريقه ديالي، انا اللي كندير الكيس المغربي اللي هي المحكه، وكنحك هذيك البلاصه اللي فيها هذوك التشققات، كنحكهم مزيان وعاد كندهنهم، وغادي تلاحظوا الفرق، يعني واحد 20% غادي ينقصوا 20% من هذوك التشققات، خصوصا النساء من بعد الولاده يعني كتحيد منك واحد 20%. هاد الطريقه هادي احسن طريقه باش تزال داك التشققات اللي كيكونوا في البطن. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ان الاعجاب ديالكم، ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه، الضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وشكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.